بريفان خالد، رئاسة مشتركة للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. صراحة الدول الحاكمة أو الأنظمة الحاكمة تسعى جاهدا بفرض أو استغلال موارد المجتمع وفرض سيطرتها وحتى كثر إرادتها لتركها تحت رحمة السلطة. وطبعا الدول الحاكمة سعت جاهدا بجرد المجتمع من أخلاقه وفرض القوانين السلطوية على المجتمع، ولكن بطبيعة المجتمع ودوره وبطبيعة المجتمع وطبيعته الديناميكية ووجود ثوريين داخل كل المجتمعات رفضت فرض القوانين وحافظت المجتمع على أخلاقه أو أخلاقياته ضمن المجتمع بشكل عام. لذا لم تنجح فرض الدول على لم تنجح الدول بفرض قوانينها السلطوية على المجتمعات، وكان هنالك دائما من يقف أمام هذه القوانين وحافظت المجتمع على أخلاقه ضمن المجتمعات عامة. طبعا هناك عدة أمثلة على مر العصور بفرض الدول الحاكمة قوانين وجرد المجتمع من أخلاقه. طبعا الجهل هو أقوى سلاح يستخدمها الأنظمة الحاكمة، وهو أخطر أمراض يستخدمها الدول الحاكمة أو الأنظمة الحاكمة بفرضها على المجتمعات. لكن على مر العصور صراحة كل الرسائل السماوية وكل الثورات في على مر العصور كانت تحاول جاهدا بنشر الفكر ونشر أو ترسيخ الفكر وتحفيز العقل وإلى جانب نشر العلم والمعرفة في على المجتمع بشكل عام. لذا كان هناك من قبل هذه الأنظمة ترسيخ، وهي كانت تستخدم كحرب خاصة على المجتمعات بشكل عام وبقاء المجتمع بحالة جهل دائم. لكن صراحة من تاريخ البشرية قد وحتى يومنا هذه، إن كان من خلال الرسالات السماوية أو من خلال الثورات التي قامت في التاريخ بشكل عام وحتى يومنا هذا، فالمجتمعات المتطورة والمستنيرة حافظت على دور العلم والمعرفة في مجتمعاته وحاربت هذه الحرب الخاصة التي كانت تفرض عليها وتفرض على مجتمعها ليبقى المجتمع جاهلا ويستحكم في سيطرته على المجتمع بشكل عام. نظام الإدارة الذاتية هو نظام ناجح ونموذج فريد بصراحة، ونحاول ونسعى جاهدا لتفادي الأخطاء والنواقص التي تظهر أمامنا كإدارة ذاتية بشمال وشرق سوريا، ونسعى جاهدا بأن يكون هذا النموذج هو نموذج لسوريا عامة ونموذج للشرق الأوسط بشكل عام. صراحة الفرق بين الإدارة الذاتية والأنظمة الحاكمة حاليا في الدول أو في العالم بشكل عام، نستطيع أن نقول الإدارة الذاتية تعتمد على المجتمع بدرجة الأولى، لأن كون الإدارة الذاتية من المجتمع والعكس أيضا صحيح، فنحن نعتمد على قوات المجتمع بدرجة الأولى ونعطي ونحاول أن نطور وندعم المجتمع بشكل عام، وإلى جانب أن نحن قمنا بتشكيل الإدارة من مجتمع يستطيع أن يدير نفسه بنفسه ومشاركة كافة الفئات والأطياف والمكونات بهذه الإدارة، ولم نعتمد كما عملت الأنظمة الحاكمة بترسيخ السلطة فقط لفئة واحدة أو لفرد واحد، وترسيخ كافة موارد المجتمع والوطن لفرد أو لفئة واحدة. عكس تماما، عملنا على ترسيخ كافة الموارد وترسيخ كافة الإدارة بشكل عام للمجتمع بشكل عام، وعملنا على طور هذه المجتمع، كون تطوير المجتمع يؤدي إلى تطوير الإدارة. لا ننكر هناك نواقص، هناك عثرات، هناك قد نقول أيضا أخطاء في بعض الأمور، ولكن الإدارة الذاتية تسعى جاهدا بتفادي هذه الأخطاء بالتعاون
وبمشاركة المجتمع بكافة مكوناته وأطيافه. طبعا كان هناك دور آخر للإدارة الذاتية ما عدا كما ذكرنا اللي هي مشاركة كافة المكونات، مشاركة كافة الفئات والأطياف، وإلى جانب ديمقراطية المجتمع بشكل عام، يعني يحق للمجتمع بالمشاركة الفعالة بقرارات الإدارة، بفعاليات الإدارة، بمشاريع الإدارة، بتفعيل الإدارة بشكل عام، عكس ما قامت به الأنظمة الحاكمة السابقة والتي هي فقط ركزت وعطت ورسخت وركزت أو منحت كل موارد المجتمع ومنحت كل ثورات الوطن وكل الأمور يعني بالنسبة للحكم لشخص أو لفرد واحد أو لفئة واحدة. إلى جانب أيضا دور يعني التمييز ما بين الإدارة وما بين، فهو واضح وصريح بكل النقاط اللي ذكرناها. هناك فرق واضح، الإدارة التي تعتمد على قوة شعبها، الإدارة التي تعتمد إرادة شعبها، الإرادة التي تعتمد على التعايش السلمي بين جميع الشعوب، إلى جانب الإدارة التي أخذت للمرأة أو أعطت للمرأة دورا فعالا في هذا الإدارة. طبعا كلنا نعرف بالأنظمة الحاكمة سعت جاهدا بطمس دور المرأة وطمس هويتها، إلى جانب عدم إعطاء الأولوية والأهمية لها في الإدارة في إدارة شؤون الدولة أو في إدارة مؤسسات أي كانت مؤسسة. لكن الإدارة الذاتية تخطت هذه الخطوة وبجدارة بصراحة، أعطت للمرأة دورا رياديا وطليعيا بكافة مجالات. وهناك أمثلة عدة بإدارة شمال وشرق سوريا وعلى مدار 7 سنوات من عمر الإدارة و10 سنوات من عمر الثورة السورية، هناك نسوة أثبتوا وبجدارة طليعيتهم في كافة المجالات، إن كانت مجالات عسكرية، سياسية، اجتماعية. بعض المجالات حتى الدول الحاكمة كانت ترفض رفضا قاطعا بانضمام المرأة لهذه المجالات، ليس فقط المجال العسكري. طبعا نحن نمتاز بإعطاء دور المرأة عسكريا، وحتى وصلت إلى مستوى قيادية عسكرية في جميع الجبهات، وهي التي كانت جنبا إلى جنب مع كافة المرأة والرجل بكافة ساحات القتال، وكانت أحيانا هي التي تشرف وتكون قياديا على بتحرير أغلبية مدن شمال وشرق سوريا من رجس داعش الإرهابي. بالنسبة للصعوبات صراحة كان أمام الإدارة الذاتية العديد من الصعوبات وحتى التحديات. الدرجة الأولى الصعوبات التي واجهت الإدارة الذاتية هي الحرب القائمة بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش في المنطقة، وما زال هناك مخاوف من عودة داعش لمناطقنا، كوننا انتهينا من داعش فقط على مستوى العسكري، ولكن هناك مخاوف وهناك صراحة ما زال فكر داعش منتشر في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي يتطلب المزيد من الوقت لإخلاص المجتمع من الذهنية اللي كانت متسيطرة وفرضت على المجتمع شمال وشرق سوريا وسوريا عامة على مدار سيطرتها على مناطق شمال وشرق سوريا منذ أكثر من 4 سنوات. لذا التحدي الأول والأهم واللي هي التحدي الأمني الذي تواجهه مناطق شمال وشرق سوريا، وهي تهديدات داعش المستمرة وتنشيط خلاياها النائمة بشكل دائم. إلى جانب هناك التحدي الأصعب والأهم والتي يخلق مخاوف لدى الشعب بشكل عام، وهي تهديدات الدولة التركية المستمرة على المنطقة واحتلالها لمناطقنا في شمال وشرق سوريا، التي بدأت منذ أعوام باحتلالها لعفرين واحتلالها لطل أبيض جريسبي واحتلالها لرأس العين سريكانية، وما زال هناك مخاوف من تمديد أو أطماع استمرار الدولة التركية بتحقيق أطماعها لاحتلال مناطق شمال وشرق سوريا. وما زال هناك أيضا مواجهة أطماع الدولة التركية والتي تحارب
هذه المشروع هذا المشروع منذ تشكيل ومنذ تأسيس الإدارة الذاتية وإلى يومنا هذه، وقد عملت جاهدا بمحاربة هذا المشروع على جميع الأصعدة وبجميع المجالات. وكما تعلمون الآن نحن نعيش فترات وأزمات في المنطقة والتي خلقت من قبل الدولة التركية، والتي هي يدار حاليا في المنطقة حرب المياه في المنطقة من قبل الدولة التركية وقطعها لمياه فرات، والتي سببت لأكثر من 1.5 مليون نسمة عدم توفر مياه الشرب لدرجة أولى، وإلى جانب قطع مياه الري بأغلبية مناطقنا، والتي ستتفاقم عنها أزمة اقتصادية في نهاية هذه السنة. ونحن أمام أزمة اقتصادية صراحة بسبب قطعها لمياه نهر الفرات بدرجة الأولى مياه الشرب وإلى جانب مياه الري. لذا الدولة التركية حاربت المنطقة بجميع المجالات، في جميع المجالات، ليس فقط عسكريا باحتلالها للمناطق، لكن أيضا الآن تحارب المنطقة محاربة المياه بصراحة. إلى جانب هناك مخاوف وتهديدات دائما من النظام السوري التي تحاول جاهدا بخلق الفتن وخلق الفتن بين المكونات، وهي دائما هناك صعوبات ومواجهة من قبل شعب شمال وشرق سوريا بسياسة النظام الحاكم الحالي بخلق الفتن بين المكونات المتواجدة في المنطقة. طبعا إذا نذكر التحديات والصعوبات، فتحديات الإدارة الذاتية عدة، ونستطيع القول الإدارة شكلت على أساس إدارة الأزمة صراحة. ما زلنا في طور تخديم وتفعيل مؤسسات التي كانت هي مغلقة لعدة سنوات، والآن الإدارة تعطي الدور والأولوية للقطاعات الخدمية بالدرجة الأولى، ولكن هناك صعوبات وإمكانيات ضئيلة بالنسبة للإدارة الذاتية أمام ضعف مساعدات دولية بشكل عام. ولا ننكر أيضا بأن هناك نقص، وهناك أيضا قلة الخدمات بالنسبة لشعبنا، فهذا نحاول كإدارة ذاتية تداركها، كون الوضع الاقتصادي متأزم بشكل عام، والإدارة الذاتية أمام أزمة اقتصادية، ويحق لشعب شمال وشرق سوريا أن يعيش بالرفاه بعد كل هذه الصعوبات. فالإدارة هي واجب عليها ويتوجب عليها أمام شعبها بتقديم كافة الخدمات، لكن هناك بعض الإمكانات التي تتحكم بالإدارة الذاتية والظروف التي نعيشها حاليا، ونحن سنحاول جاهدا بالمستقبل بخلق موارد اقتصادية وخلق مشاريع استثمارية، مشاريع اكتفاء ذاتي بالدرجة الأولى. والآن بعض هيئاتنا يتم العمل عليها على هذه الأساس، ومن قبل كم يوم كمان تم فتح بعض المشاريع الاكتفاء الذاتي ومشاريع التي تعتمد على الموارد المحلية الموجودة بالمنطقة. هناك عدة مشاريع نحاول جاهدا بأن يكون تحت خدمة مناطق شمال وشعب شمال وشرق سوريا بشكل عام. نموذج الإدارة الذاتية نموذج فريد من نوعه صراحة، هو النموذج التي تعتمد على قوة الشعب بالدرجة الأولى، قوة المجتمع بالدرجة الأولى، وأثبت شعب شمال وشرق سوريا جدارتهم بالتفافهم حول الإدارة الذاتية وحماية الإدارة الذاتية ومكتسباته بدرجة الأولى، مكتسبات أكثر من 12-13 ألف شهيد. طبعا جدير بالذكر هناك محاولات عدة بالقضاء على هذا المشروع بالدرجة الأولى من الأنظمة الحاكمة التي ترفض نظام ديمقراطي كما هو تعتمد عليه الإدارة الذاتية، ولكن يتطلب هذا الجهد ويتطلب مساندة ودعم من المجتمعات بشكل عام لتفعيل ولحماية
مشروع الإدارة الذاتية، ولكي أعطاء دور للمجتمعات بشكل عام وأعطاء دور للشعوب بتعايش فيما بينهم. نستطيع أن نقول الإدارة الذاتية أثبتت أنها إدارة المجتمع أو الشعب بشكل عام. كلنا ثقة بأننا سننجح بنشر هذا المشروع وأن يكون نموذجا لسوريا والشرق الأوسط عامة.